الحمد لله القرعه جت متوازنه، المجموعه بتاعتنا متوازنه، في فريق نيجيريا، فريق كونغو، فريق بوركينا فاسو. تدينا فرصه ان احنا نشرك كل اللعيبه في الدور الاول، نقف على جاهزيتهم ونحضر اوراقنا ان شاء الله للادوار المهمه القويه، لان طبعا بينتظرنا في الادوار الجايه مباراه قويه. عارفين كل القوى الافريقيه في الطايره سيدات موجوده، فرق كينيا جايه بثلاث فرق قويه، فرق الجزائر فريق قوي، فريق تونس فريق قوي، فريق كاميرون فريق محترم. الحقيقه الدور اللي بعد كده هيبقى ادوار جامده جدا وقويه، فالحمد لله المجموعه ادتنا فرصه ان احنا نجهز لعيبتنا وندخل في البطوله بشكل متدرج ان شاء الله. والله انا مبسوط جدا من المعسكر، بشكر طبعا مجلس اداره الاهلي انه اتاح لنا الفرصه مزيد من التركيز ومزيد من الاعداد. المعسكر كان فيه تركيز عالي جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه، كله كان عاوز يخش القايمه وكله كان عاوز يبذل جهد مضاعف بحيث يعوض البطوله العربيه. وان شاء الله انا حاسس باذن الله من تركيز اللعيبه ومن تركيزهم في التدريبات والمباريات الوديه ان شاء الله ان خير باذن الله جاي. طبعا النادي الاهلي نادي عريق جدا، وانا عايز اقول لحضرتك ان دي البطوله رقم 42 ليا في عضو لجنه منظمه. النادي الاهلي جدير بكل تنظيم، النادي الاهلي ممكن ينظم في خلال اسبوع بالظبط، لان في فريق عنده وعنده كوادر كبيره جدا يقدر ان هو فعلا يستطيع ان هو ينظم اي بطوله، حتى لو جايه له طرقه. وده حصل الكلام ده سنه 2012 كان في بطوله في المغرب وحضرتك قبل 15 يوم اعتذروا عنها. النادي الاهلي فعلا نظم بطوله في اقل من 10 ايام، الكلام ده حصل قبل كده. بالنسبه للجنه الاستقبال ده يعني اول حاجه اللي هي الفيرست امبريشن، انت حضرتك بتقابل الناس، مقابلتك للناس هي دي اللي بتحكم بقى على نجاح البطوله. طبعا كل الفرق بتيجي، في فرق مثلا عامله 18 ساعه سفر من افريقيا، في فرق عامله 10 ساعات. حضرتك راحت الناس دي مهمة جدا. الاستقبال حضرتك أنا معايا فريق كامل، مصطفى وماجد وأميرة، الحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا. كان في مفاجآت في الاستقبال، يعني احنا رحنا نستقبل مرة فرقة لقيناهم ثلاثة تمام ما كانوش مختارين. طبعا الكلام ده كله حضرتك محكات احنا بنتحط فيها، ربنا كرمنا الحمد لله، الناس كلها جت على اكمل وجه. باقي ثلاث فرق، المفروض فرقتين جايين النهارده وفرقه بريزون جايه بكره الكيني، نتيجه برضو ما وجدوش حجوزات، ان شاء الله هييجوا برضو. احنا استقبلنا كل اعضاء رئيس لجنه الاحتكام واعضاء لجنه الاحتكام، قابلناهم على اكمل وجه، هم الحقيقه جم شكروا. فيعني احنا حضرتك النادي الاهلي اولا بالنسبه للتنظيم، طبعا بشكر اداره النادي الاهلي على التنظيم، لان طبعا كما متوقع زي ما حضرتك بتقول انا بلعب في النادي الاهلي من فتره طويله، وكل بطوله بننظمها كنادي اهلي بتبقى على اعلى مستوى. ما كانش في شك ان الاهلي نظم بطوله كويسه. القرعه كانت صعبة شوية، لأن طبعا في 17 فريق وبتضم أحسن 7-8 فرق في أفريقيا متواجدين بالفعل. مجموعتنا في نادي الشمس مع السجون الكيني والمجمع البترولي الجزائري وأسيك كوت ديفوار ونيكومبا الأوغندي. المجموعة متوازنة لكن فيها طبعا فرقتين تقال، يعني اللي هو جي اس بي اللي هو المجمع البترولي الجزائري والبريزنس الكيني، فرقتين جامدين. لكن احنا ان شاء الله حظوظنا موجودة وربنا يسهل كده واللعيبة يبقى عنده حسن الظن ويقدم مباريات كويسة.